أسعد باستضافة الأستاذ رمضاني يوسف مسؤول الإعلام على مستوى النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي عبر تقنية سكايب وعلى المباشر. طبعا أهلا بك سيدي الكريم، شكرا لقبولكم هذه المداخلة. صباح الخير أستاذ طارق، وصباح الخير لكل طاقم من عمل معك، وتحية خالصة إلى جميع متابعي قناة النهار. جميل سيدي الكريم، كما تابعتم في الفترة الأخيرة وكما تابعتم معنا أيضا في هذا الموعد الإخباري، وزارة التربية الوطنية ستواصل لقاءاتها مع الشركاء الاجتماعيين. نتحدث طبعا عن 16 نقابة، سيكون للوزير وزير القطاع لقاء معهم، نقابتكم أيضا سيكون لها لقاء مع الوزير أعتقد يوم الأحد المقبل إن شاء الله، طبعا للخروج بقانون أساسي جديد خاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وهذا الملف المطروح منذ سنوات. اليوم كيف ترون إلى هذه اللقاءات التي تتوالى مع الوزارة الوصية حول هذا الموضوع؟ ممتاز، يعني هذه بداية، يعني كما قلت أنه فتح قانون خاص بموظفي المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية جاء بتعليمه من سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، والذي تعهد بهذا الأمر في الحملة الانتخابية ووفى بهذا الوعد في بدايات مشوار تاعو كرئيس للجمهورية، حيث أمر وزير التربية الوطنية بفتح القانون الخاص بالموظفين المنتمين لإسلاف قطاع التربية الوطنية. وهنا نقول بأن جميع الرتب وليس فقط الأساتذة، جميع الرتب، وهو يعطي أهمية بالغة في آخر لقاء له مع السادة الولات، بآخر يعطي اهتمام كبير جدا لهذه الفئة، فئة المربين وكل ما يتعلق بالأساتذة، لتحسين مستواهم كان المهني كان المعيشي إلى غير ذلك، ومنه تحسين المنظومة التربوية وترتقي إلى ما نحن نصب إليه. بالنسبة للقانون الأساسي الخاص بالموظفين لأسلاك قطاع التربية الوطنية، كان هناك لقاءات منذ قرابة 5 أشهر من الآن مع مختلف النقابات المعتمدة في قطاع التربية الوطنية، بعد تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بتعديل خلال هذا القانون الخاص من طرف وزارة التربية الوطنية. كانت هناك لقاءات دورية منذ قرابة 5 أشهر كاملة مع اللجنة التقنية، يعني كان هناك خلاصة عمل. لكن خلال الاجتماع الذي عقد في الفاتح من شهر سبتمبر من سنة 2022 بين السيد وزير التربية الوطنية وإطارات الإدارة المركزية وكذا مسؤولي التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، طالبت مجموعة من التنظيمات النقابية من خلال هذا اللقاء بإعطائهم فرصة أخرى ومهلة أخرى في معالجة مختلف التحفظات المرفوعة منهم، وهذا ما كان طبقا وفعل في الميدان عن طريق تعليمة من طرف السيد وزير التربية الوطنية بإرسال مراسلة في يوم 12 سبتمبر 2022 إلى جميع مسؤولي التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، لأنه إذا كان هناك تنظيم نقابي يريد يعني المشاركة في الجلسات الإضافية إلى غاية 13 أكتوبر 2022، ما عليه إلا تقديم طلب إلى وزارة التربية الوطنية في أجل أقصاه 20 سبتمبر 2022. بعد تقديم يعني مجموعة من التنظيمات النقابية لهذه الطلبات لدى وزارة التربية الوطنية، جاءت هناك مراسلة كما وردت من طرفك، مراسلة في 22 سبتمبر 2022 بأنه سيتم عقد جلسات أحادية بين كل تنظيم نقابي واللجنة التقنية في رزنامة محددة من طرف وزارة التربية الوطنية في الفترة المحددة من 27 سبتمبر 2022، أي ابتداء من اليوم، وتنتهي إلى غاية يوم 12 أكتوبر 2022. هنا نعطي فقط بالنسبة عند الانتهاء من هذه الجلسات في حدود تقريبا 8 أيام متقطعة، يعني في حدود 16 تنظيم نقابي، أي تنظيم نقابي صباحا وتنظيم نقابي مساء، في حدود النقابة كما قلت. الآن في يعني سيتم الاجتماع بعد الانتهاء من هذه الجلسات، الاجتماع مع مسؤولي التنظيمات النقابية والإعطاء الخلاصة الكاملة والمشروع الذي أنجزته وزارة التربية الوطنية عن طريق اللجنة التقنية المكلفة بهذا الخصوص بمعالجة تغييرات القانون الأساسي، ومنه تقديم هذا العمل إلى المسؤولين الخاص أو مسؤولي التنظيمات النقابية المعتمدة في القطاع، ومنه أيضا توجيهه مباشرة إلى
إلى اللجنة الحكومية أو اللجنة الثلاثية المكلفة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية والوظيفة العمومية ومناقشة هذه الأمور. ومنه كما قال السيد رئيس الجمهورية في آخر لقاء معه السادة الولاد أنه سيكون يعني حيز من هذا الأمر في قانون المالية لسنة 2023. هذا الشيء هو شيء يعني إيجابي جدا في القطاع، هو سيعطي دافعية أيضا لجميع المربين وجميع الأسلاك، لأنه كما هو معروف أنه خلال أو في القوانين السابقة كان القانون الخاص 305/08 المؤرخ في سنة 2008 أو القانون التعديلي 12/240 المؤرخ في 2012، كان هناك إجحاف كبير جدا لمجموعة من الأسلاك ومجموعة من الرتب الموجودة في قطاع التربية الوطنية على غرامة موظفي التوجيه والإرشاد للمدرسة والمهني، مما جعل رئيس الجمهورية يتابع هذا الأمر ويفتح هذا القانون الخاص. ومنه نحن صراحة كنقابة معتمدة في القطاع، النقابة المستقلة للموظفين التوجيه والإرشاد للمدرسة والمهني، نثمن ما جرى في الجلسات الخاصة باللجنة التقنية المنصبة من طرف وزارة التربية الوطنية. كان هناك تجاوب كبير جدا من طرف هذه اللجنة بأوامر. فيما يخص هذه النقطة أستاذ رمضان، يعتذر منك على المقاطعة، لأنه تم تنصيب هذه اللجنة التقنية طبعا لدراسة الاقتراحات وترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي التي تم تحديدها بأربعة أشهر أعتقد في بداية السنة الماضية لم تخن الذاكرة. انتهت اللجنة التقنية من عملها وملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين في نقطة أخرى إلى الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الذي صدر سنة 2008 جاء في إطار إصدار النصوص التطبيقية. ما قولكم سيدي الكريم إلى ما هو مطروح الآن على بين أيديكم طبعا؟ بهذا الخصوص يعني نحن بالنسبة لي كما قلت قبل قليل، بالنسبة لي القانون الخاص بالموظفين المنتمين لسلك التربية الوطنية كان القانون 305/08 المؤرخ في سنة 2008 أو القانون التعديلي أو القانون التعديلي الذي تم إصداره في سنة 2012، كان فيه مجموعة من الاختلالات، يعني مجموعة من الاختلالات من مختلف الرتب ومختلف الأسلاك، مما جعل منذ سنة 2012 جميع النقابات المعتمدة في القطاع وجميع الفاعلين في القطاع التربية الوطنية يطالبون بإعادة صياغة هذا القانون الأساسي بما يتماشى والواقع المعاش وبما يحقق العدالة والمساواة ما بين الجميع. نفهم بأن القانون الأساسي سيعاد صياغته بالكامل وليس فقط مراجعة بعض الاختلالات التي تراها نقابات القطاع أو الشريك الاجتماعي لوزارة التربية الوطنية في قانون 2012. هناك تعديلات أو هناك أمور ستعدل، وهناك أمور كانت هناك مكسب في القانون الأساسي 315/08 أو 12/240 ستبقى وسيتم تعديل مختلف الاختلالات التي كان الشركاء الاجتماعيين وكذلك الفاعلين في القطاع التربية الوطنية يشتكون منها من الإجحاف في هذا الأمر. نعم. صراحة سيدي الكريم، بعد يعني في من خلال مشاركتنا في اللجنة التقنية منذ أول جلسة إلى غاية آخر جلسة وحتى في الجلسة التي ستكون خاصة ب موظفي التوجيه والإرشاد المدرسة المهني يوم الأحد كما ذكرت، يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، احنا كسلك أو كموظفي بالطبيعة الحال كموظفي التوجيه والإرشاد المدرسة المهني الذي يضم سلكين رئيسيين، سلك مستشارية التوجيه والإرشاد المدرسة المهني برتبته العادية ورتبته الرئيسي، وكذلك سلك مفتشية التوجيه والإرشاد المدرسة المهني، احنا كنا أكبر موظفي التوجيه، أكبر فئة أجحفت ويعني أجحفت كثيرا في القوانين السابقة ولم نعط حقنا. لكن بعد يعني مشاركتنا لقينا بكل صراحة تجاوب كبير جدا من طرف اللجنة التقنية مع مختلف المقترحات التي قدمت يوم 25/11/2021 لوزارة التربية الوطنية. كان هناك نقاش ويعني أذن صاغية من طرف وزارة التربية الوطنية، من طرف اللجنة التقنية، من طرف المسير الخاص بها أو المكلف بها من طرف السيد عبد الرزاق الكحلي ومفتش مركزي بوزارة التربية الوطنية، وكذلك مع مختلف الوفد المرافق له والذي كان يسير هذه الجلسات. وللعلم أنه خلال كل جلسة كان وزير التربية الوطنية يتابع شخصيا يعني مجريات هذه الجلسات عن طريق مختلف التقارير التي تصله. لذلك أنه هناك كان هناك تحفظات من مجموعة من الزملاء النقابات في قطاع التربية الوطنية على عدم ربما تلبية مختلف اقتراحاتهم او يعني في هذا الصدد، يعني تم الاستماع والاستجابة لهذا الطلب من طرف وزارة التربية الوطنية وتم تمديد العمل الخاص بهذه اللجنة الى غاية 13 أكتوبر. هنا هذا القانون الأساسي انا حسب ما اطلعنا عليه من بداية او من عن طريق مشاركتنا في هذه الجلسات
سيكون قانون أساسي عادل لمختلف الأسلاك لمختلف الرتب، ومنه يعني سيكون الوفاء الخاص بوزير التربية الوطنية بإعادة الاعتبار إلى المربين بمختلف أسلاكهم عن طريق الأساتذة أو مختلف الأطقم التربوية والأطقم الإدارية في قطاع التربية الوطنية، سيكون في الميدان مجسد إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله أنه هذا القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية أنه سيكون، نتمنى أنه يكون في إصداره في القريب العاجل، ونتمنى إن شاء الله يكون في بداية شهر جانفي لسنة 2023. جميل. أريد أن أعود إلى نقطة ما قاله رئيس الجمهورية طبعا الذي طالب الحكومة العمل مراجعة مرتبات الأساتذة بداية من السنة القادمة، وتفاعل أيضا مع ممثليهم لمراجعة قوانينهم الأساسية. لقى هذا القرار ترحيبا من نقابات من طرف الأسرة التربوية ومن نقابات أيضا القطاع. كيف كان هذا الخبر بالنسبة طبعا لنقابتكم، وهل تلتمسون طبعا من الوزارة الوصية تجسيده في الميدان؟ بطبيعة الحال التعليمات الخاصة بالسيد رئيس الجمهورية كان هناك زيادة في الأجور في خلال الأشهر الماضية، خلال شهر أبريل وشهر ماي، لكن كانت زيادة ضئيلة جدا، ربما لم تلقى يعني ذلك التفاعل من طرف جميع الفاعلين في قطاع التربية الوطنية، مما جعلنا نطالب بزيادة هذه العلاوات وزيادة هذه المرتبات الخاصة بجميع الموظفين الخاص بقطاع التربية الوطنية. كانت هناك استجابة من طرف السيد رئيس الجمهورية وأعطى أوامر بزيادة هذه الأمور في مطلع شهر جانفي من سنة 2023، وهذا شيء إيجابي وشيء نتمنه وأيضا نرحب به ونتمنى أن يكون في القريب العاجل. ولكن هنا نتمنى كما قال الزملاء في التنظيمات النقابية وجميع الفاعلين في قطاع التربية، نتمنى أن تكون هذه الزيادات يعني تترجم ما هو واقع من في الجزائر من غلاء الأسعار إلى غير ذلك، يعني تواكب هذا الأمر هذا، ومنه قصد أنه يكون لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية يكون لهم أريحية في الجانب المعيشي، ومنه هذا الأمر هذا يؤثر إيجابا على الجانب المهني الخاص بالموظفين في أسلاك قطاع التربية الوطنية. نحن نرحب بهذا القرار، نثمنه ونتمنى إصداره في القريب العاجل إن شاء الله. بالعودة أستاذ إلى دراسة طبعا اختلالات القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية طبعا المطروحة اليوم بقوة للنقاش طبعا بين نقابات قطاع التربية الوطنية والوزارة الوصية، من وجهة نظركم طبعا سيدي الكريم، وجهة نظر نقابتكم طبعا، ما هي الأولويات اليوم وهل هي نفسها بالنسبة للوزارة الوصية؟ بطبيعة الحال بالنسبة للأولويات الخاصة بنا كنقابة مستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، هنا إعادة الاعتبار من حيث الجوانب عدة، من حيث الترقية، إعطاء فرص أخرى للترقية الخاصة بجميع الموظفين المنتمين لأسلاك قطاع التربية الوطنية، من حيث أيضا التصنيف، إعادة التصنيف الحالي بما يتماشى ما هو موجود في الواقع المعاش، أيضا هناك أمور أخرى نعاني منها في قطاع التربية الوطنية وهو تحديد المهام لكل سلك وكل رتبة، قصد عدم التداخل في المهام. إذا نحن مثلا كموظفي توجيه والإرشاد المدرسي والمهني يعني عانينا مسبقا من هذا المجال من حيث تحديد المهام، من حيث إجحاف بطريقة كبيرة جدا من آفاق الترقية وغلق آفاق الترقية في السنوات الماضية وفي القوانين السابقة. الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى وحسب الأمور الأولية من خلال مناقشتنا لهذا القانون الأساسي مع اللجنة التقنية ستكون هناك آفاق ترقية جديدة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، كان عن طريق سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو مستشارين رئيسيين، وكذلك عن طريق سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، أيضا تحديد المهام كما قلت بدقة لكل سلك وكل رتبة على حدة، وكذلك إعادة التصنيف الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية بما يتماشى وما هو موجود حاليا من الواقع المعيشي. هناك بالنسبة لهذه التحفظات مثلا، نحن بالنسبة للتحفظات التي رفعناها والشيء الذي جعلنا كنقابة مستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني يعني تقديم طلب لزيادة أو لإدراج جلسة أخرى مع اللجنة التقنية والتي ستكون الأخيرة مع هذه اللجنة التقنية، هو أنه عندنا مجموعة من الملفات العالقة
والتي لم يعني ما زالت محل تفاوض مع وزارة التربية الوطنية. هناك مثلا محل التكوين التحضيري، نحن وسيلة مستشار التوجيه والإرشاد والمدرسي والمهني يضم أكثر من 8000 مستشار توجيه وإرشاد مدرسي ومهني، لا زالت هذه الرتبة في لا زالت هذه السلك في الرتبة القاعدية اللي تصنف 12. الآن طالبنا بأنه يكون لهذه الرتبة تكوين تحضيري، ولأنه إحنا مباشرة لما ننجح في المسابقة ندخل مباشرة إلى مجال العمل. نعم. هذا ما يؤثر على الجانب المهني لمستشار التوجيه. الآن نتمنى أن توافق وزارة التربية الوطنية على التكوين التحضيري ومنه تهيئة مستشار التوجيه والإرشاد والمدرسة المهني إلى منصب يكون عنده يكون مؤهل من الطريقة المنهجية ومن الطريقة التقنية لمستشار التوجيه، ومنه زيادة الفعالية في قطاع التربية الوطنية. التكوين التحضيري له مجموعة من الإيجابيات الخاصة بسلكنا، يعني إعادة الاعتبار للرتبة القاعدية، وكذلك يعني يكون هناك عمل منهجي تقني جيد بالنسبة لمستشار التوجيه. وكذلك عندنا ملف نعتبره من الملفات العالقة منذ سنوات عدة هو ملف الإدماج. ليس ملف الإدماج نقصد به، هناك مجموعة من المستشارين التوجيه والإرشاد المدرسي المهني منذ أكثر من 20 سنة وهم في الرتبة القاعدية رتبة المستشار التوجيه والإرشاد المدرسي المهني. نطالب وزارة التربية الوطنية بتعديل هذا الأمر، يعني وإدماج جميع مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي المهني الذين يملكون 15 سنة في خدمة فعلية في هذه الرتبة القاعدية وإدماجهم في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي المهني، وكل من يملك 20 سنة في الرتبة القاعدية رتبة مستشار توجيه وإرشاد مدرسي مهني يدمجون في الرتبة المستحدثة التي ستكون من طرف وزارة التربية الوطنية لهذا السلك، التي ستأتي بعد رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي المهني. وهذا الأمر يعني على غرار جميع النقابات الأخرى أو جميع الزملاء في التنظيمات الأخرى أيضا سيطالبون من خلال هذه الجلسات الإضافية بإعادة تعديل بعض التحفظات التي طرحت من خلالهم. وهذا يعني بكل صراحة ونلقى تجاوب كنقابة مستقلة للموظف في التوجيه والإرشاد المدرسي المهني من طرف هذه اللجنة التقنية. نتمنى الإسراع في يعني إصدار القانون الأساسي الخاص بموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي المهني، وتقديم هذا العمل خلاصة العمل أكثر من 5 أشهر كاملة تقديمه إلى النقابات المعتمدة لقطاع التربية الوطنية، والتأجيل بتحويله إلى اللجنة الحكومية ومنه المصادقة عليه من طرف الجهات المعنية وإصداره في القريب العاجل إلى العيان وفي النشرة الرسمية، ومنه سيكون خبر إيجابي وشيء إيجابي لقطاع التربية الوطنية وبالعموم وبالخصوص لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. جميل. في نقطة أخرى الأستاذ رمضاني يوسف، يعني عندما نتحدث اليوم عن رفاهية عمال قطاع التربية من خلال تحسين ظروفهم المهنية عبر مسار مهني متزن وعادل يحفظ حقوق جميع الأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، أكيد نلتمس من خلال هذا الكلام أن طبعا الوزارة الوصية والشركاء الاجتماعيين أيضا يمكن أن يصلوا إلى أرضية اتفاق. نعم، بطبيعة الحال هنا كما قلت قصد تحقيق الرفاهية الخاصة بموظفين قطاع التربية الوطنية. هنا نطالب الوزارة ونطالب الحكومة ونطالب رئيس الجمهورية بهذا الأمر، لأنه هذا أمر أساسي، لأنه هذه الفئة، فئة المعلمين وفئة المربين والفئة التي تنتمي إلى قطاع التربية الوطنية، هي فئة مهمة في إنشاء جيل جديد يعني ويكون هو المستقبل للدولة الجزائرية. هذا الرفاهية هذه احنا من خلال مختلف الجلسات الثنائية مع السيد وزير التربية الوطنية نركز على زيادة العلاوات وزيادة المنح، وكذلك التأكيد مع في جلسته مع الوزراء مع مختلف يعني مختلف الوزراء ومختلف المجالس الوزارية ومجلس الحكومة. التأكيد دائما ما نطالبه بأنه ما يوصل صوتنا إلى السيد رئيس الجمهورية بأنه يزيد من مرتبات وكذلك الجانب الاجتماعي الخاص بالموظفين، لأنه لديه ارتباط يعني وطيد مع الجانب المهني. لذلك في مختلف الجلسات الثنائية كان خاص بنا أو خاص حتى بالزملاء مسؤولي التنظيمات النقابية الأخرى، مما يؤكدون على رفع هذه العلاوات ورفع هذه المنح ورفع الأجور، وهذا ما يحقق يعني العيش الكريم الخاص بالموظف الخاص بالموظف المنتمي لأسلاك قطاع التربية الوطنية في ظل الانهيار الرهيب والشديد للقدرة الشرائية للمواطن. وهذا ما يؤثر على الجانب المهني، ونتمنى إن شاء الله وهناك يعني بوادر خير بكل صراحة من طرف
وزارة التربية الوطنية بالتجاوب الأولي مع هذه الأمور بفتح هذا المجال في الملفات التي ستناقش مع الجهات المعنية. وهذا أيضا هناك بوادر أخرى من أنه السيد وزير التربية الوطنية يوصل بكل أمانة وكل هذه الأمور إلى السيد رئيس الجمهورية، حيث يعني نرى أمامكم أن تصريحات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه يعني يحاول قدر الإمكان وفي كل مرة بأنه يتعهد في كل مرة بإعطاء القيمة المهنية وكذلك الاجتماعية للمربين لفئة قطاع التربية الوطنية. إن شاء الله نتمنى أنه أمر في القريب العاجل، لأنه في ظل انهيار القدرة الشرائية للمواطن يعني تؤثر بشكل سلبي سيدي الكريم على الجانب المهني للموظف. في الأخير سيدي الكريم، ندرك جيدا بأن مطالب الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية قديمة جديدة، وهي مطالب متجددة وتطرح في كل موسم دراسي، طرحت الموسم الماضي وهي مطروحة الآن هذا الموسم، وبعد إذا تحدثنا طبعا عن اللقاء الذي سيجمعكم مع نتحدث عن وزير التربية الوطنية الذي سيجتمع بداية من اليوم مع 16 نقابة والقانون الأساسي محل النقاش، يمكن القول بأنكم على الطريق الصحيح لحل النهائي لمشكل مستخدمي القطاع الاجتماعية والمهنية أيضا. نعم بطبيعة الحال، هنا بالنسبة لكما قلت إضافة فقط لما قلت، بالنسبة للقاءات هذه مع 16 تنظيم نقابي ستكون آخر جلسة بعد 12 أكتوبر، ستضم كل مسؤولي التنظيمات النقابية بقطاع التربية الوطنية وسيعطون الخلاصة الخاصة بعمل هذه اللجنة التقنية. نحن شاركنا من أول لقاء إلى غاية نهاية أو آخر لقاء الذي سيكون يوم 2 أكتوبر 2022 في انتظار اللقاء الذي سيجمع سيد وزير التربية الوطنية وإطارات الإدارة المركزية مع جميع مسؤولي التنظيمات النقابية. بطبيعة الحال نحن من خلال مشاركتنا رأينا بأن هذا القانون الأساسي الحالي سيكون عادل ومساوي للعديد من الرتب والعديد من الأسلاك، وسيقضي على مجموعة من الاختلالات التي كانت سابقا من طرف في القانون القوانين الأساسية السابقة كانت 305/12/240، يعني مما سيحقق العدالة وأكد على العدالة والمساواة مع ما هو موجود في الواقع المهني والواقع الاجتماعي، ومنه تحسين الظروف المهنية من حيث العديد من الأمور، حيث الجانب التوظيف، جانب الترقية، جانب الأجور، جانب إعادة التصنيف. لما نقول إعادة التصنيف يعني زيادة في تصنيف كل رتبة وكل سلك، يعني هناك أيضا زيادة في الأجور، وهذا شيء إيجابي بالنسبة لما هو موجود حاليا في ظل انهيار القدرة الشرائية. يعني في ظل ما تعهد السيد رئيس الجمهورية تكون إضافات أو زيادات في الأجور. بالنسبة أيضا عندما يخرج للعيان هذا القانون الأساسي ويظهر إلى العيان ويكون يعني يطبق على أرض الواقع، ستكون أيضا زيادات أخرى في الأجور عن طريق الزيادة في تصنيف كل رتبة وكل سلك. نحن في الطريق الصحيح، نحن في الطريق الصواب. كما قلت سيدي الكريم، نحن كنقابة مستقلة لموظفي التوجيه وشهادة المدرسة المهنية نرحب بكل ما يجري الآن من قطاع التربية الوطنية، خاصة من فتح القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وأيضا مع تجاوب وزارة التربية الوطنية بتعليمات السيد وزير التربية الوطنية وكذلك تحت إشراف السيد رئيس الجمهورية بفتح هذه الأمور، هذه أمور خاصة بالاختلالات التي كانت سابقا. نتمنى إن شاء الله كما قلت إصدار هذا القانون الأساسي في قريب العاجل، وأيضا إصداره ويكون له ميزانية في القانون المالي لسنة 2023، ربما نرتاح قليلا من هذا الانهيار القدرة الشرائية، نرتاح قليلا وربما نكون نؤدي مهامنا ونفكر مباشرة في تأدية مهامنا المنوطة بنا دون التفكير في أمور أخرى من غلاء المعيشة إلى غير ذلك. ويعني نرحب بما يجري الآن في هذا الشأن الخاص بتعديلات اختلالات القانون الأساسي. نتمنى أيضا نقطة أخرى بالنسبة للجلسات هذه اللي غادي تكون مع تنظيمات نقابية اللي عددها 16، إن شاء الله بإذن الله تأخذ بعين الاعتبار اللجنة التقنية مختلف ما ستقدمه من تحفظات وكذلك من أمور هذه النقابة، تأخذها بعين الاعتبار ولما لا تطبق، ومنه إن شاء الله نقدم الأحسن إلى قطاع التربية الوطنية في الواقع المعاش.
جميل، نتمنى طبعا لكم التوفيق ونتمنى الأحسن لقطاع التربية ولمستخدمي القطاع أيضا ولأبنائنا التلاميذ. نشكرك الشكر الجزيل أستاذ رمضان يوسف، مسؤول الإعلام على مستوى النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي، على هذه المداخلة ولدى النقاش أيضا. شكرا جزيلا لك أستاذ.